اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله كله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك كريم؟ ازيك يا ازيك كريم، اخبارك ايه؟ كله تمام. طيب خلينا نبدا مع احمد ثابت. 4 أهداف نظيفه في مباراه المصري. طبعا مبروك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. بدايه مثاليه، واللعيبه والجهاز الفني بدايه مثاليه للموسم بالتاكيد. اول حاجه انت جاي من خساره بطوله، فلا كان لازم تعدي خساره البطوله اللي هي السوبر الافريقي دي بمباراه زي ديت، بتكسب بنتيجه سكور ب 4-0، بتكسب فريق جماهيري، فريق ليه جماهير، ليه مدرب دايما معروف ان هو بيلعب مباراه الاهلي بروح عاليه، فريق النادي المصري عامل صفقات كويسه، فبتكسب بنتيجه كبيره 4-0 دي في بدايه الموسم، دي حاجه كويسه جدا. كمان بتوجه رساله للمنافسين ان النادي الاهلي ناوي على اللقب رقم 44 من بدري بدري كده ان شاء الله. دي مهمه ان انت دايما لما تكسب في البدايه بال 4-0 بتوجه رساله مهمه ان شاء الله ان النادي الاهلي ناوي يحافظ على اللقب بتاعه. كمان النادي الاهلي النهارده بصفه عامه قبل ما نخش في تفاصيل الماتش، تفوق في كل شيء في المباراه النهارده، تفوق فنيا بدنيا رقميا، حتى الاستحواذ بتاع النادي الاهلي وصل ل 53% مقابل الاستحواذ بتاع النادي المصري 47%. عدد التمريرات بتاع النادي المصري بتاع النادي الاهلي 416، النادي المصري 366، منهم تمريرات صحيحه 354 للنادي الاهلي مقابل 285 للنادي المصري. عدد المحاولات يعني الاستحواذ كمان انت متفوق في الاستحواذ، ولكن بمحاولات يعني رحت على الجون 18 محاوله منهم 6 صح مقابل النادي المصري 6 محاولات فقط منهم واحده بس صح. الضربات الركنيه النادي الاهلي كان ليه 7 مقابل 5 للنادي المصري، فالنادي الاهلي النهارده تفوق على النادي المصري في كل شيء. النتيجه الفوز باربعه ديت، ده الفوز رقم 5 لمارسيل كولر مع النادي الاهلي بنتيجه 4. فاز قبل كده الاول النادي المصري النهارده، فاز قبل كده على المقاولين 4-1، على نادي الزمالك 4-1، على القطن الكاميروني 4-0، على الداخليه 4-1. فدايما لما تبدا الموسم بنتيجه زي دي اعتقد ان هي بدايه ان شاء الله خير، وهنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن المباراه. كريم، الفرق ما بين اداء النادي الاهلي في اتحاد العاصمه والمصري؟ ده سؤال مهم جدا كابتن اسلام، لان حسيت كده ان في حق ان الناس قالت ان النادي الاهلي في ماتش اتحاد العاصمه لعب وحش، وطبعا هنا واضح جدا تاثر بالنتيجه. برافو عليك. احنا دايما بنتكلم او الناس بتطلب يا جماعه في تحليل المباريات يا ريت تحللوا لنا الاداء، ما تحللوش النتيجه، لان الاغلبيه بتحلل النتيجه. خسرت يبقى لعبت وحش، كسبت يبقى لعبت حلو، مش شرط. بس انا طلعت قلت كده، قلت انا شايف ان بعد المباراه ان احنا كنا تعال نقارن تاني تعال نقارن حتى الشوط الاول، الشوط الاول ما بين اتحاد العاصمه والشوط الاول النهارده النادي المصري. الشوطين متشابهين لاقصى درجه، الفرق فيهم حاجه واحده بس، واحد انت جبت جول، انت كسرت التكتل الدفاعي بتاع المنافس بهدف، وكمان سيناريو الماتش ما مشيش مستفز ليك. بمعنى اللعيبه، معلش قبل ما هنا تكمل وهنا خلي بالك، ما هو احنا لازم نضع ان كره كهرباء او هدف كهرباء لو تم احتسابه كانت هتبقى النتيجه اشبه بالظبط احنا شفناه في النهارده بالظبط، او ضربه الجزاء كانت اتحسبت، ضربه الجزاء كانت اتحسبت. نقطه مهمه كمان هنا، عشان كده بنقول انا اسف، هنا بنقول الحكم كان له تاثير مباشر على هذه المباراه. ولازم الناس تبقى فاهمه تماما ان مباريات حسم البطولات من مباراه واحده لا تتحمل اخطاء تحكيميه، يعني ماتش البطوله اللي انا ماتش الكاس من ماتش واحد ما يتحملش. صحيح. الدوري ممكن يتحمل ماتش الفيرست ليج والسكند ليج الذهاب والاياب يتحمل، ده لا، لان اللعيب واحد بيتنرفز، اللعيب دايما بيحس ان الحكم مترصد له، كمان هو ممكن في لحظه يبقى عايز يحتاج يقول لك لا لا اسكت عشان النهارده ممكن الحكم ده يديني انذار او طرد. فانا بشوف لا، ببساطه لو قارنا مباراه الشوط الاول قدام اتحاد العاصمه والشوط الاول قدام النادي المصري متشابه للغايه، الفرق بس ان انت قدرت يعني تكسر التكتل الدفاعي بايه بقى؟ التسديدات من خارج منطقه الجزاء. النهارده سددنا كتير، ماتش اتحاد العاصمه ما كانش فيه محاولات تسديد كتير. والنقطه الثانيه هو استمرار ثنائيه رضا سليم وامام عاشور في الملعب لاطول وقت. ماتش اتحاد العاصمه لو نفتكر لما رضا سليم وامام عاشور خرجوا مع بعض اعتقد قبل الدقيقه 65 بدا لعب النادي الاهلي يتحول ساعتها الى الكرات الطوليه. النهارده طبعا مع اكيد مع حاله الطرد تعرض لها بهاء المحمدي ادت مساحه للنادي الاهلي ان هو يستحوذ على نص الملعب، لكن الاستحواذ ده كان هو موجود بالظبط في الشوط الاول قدام اتحاد العاصمه.
كنا بنشوف اربع لعيبه، لان رضا سليم عنده واحده من اهم النقط عند لاعب الجناح، وهو ان هو بيدخل لعمق الملعب وبيعمل دور صانع اللعب بشكل مميز للغايه. طول ما معاه امام عاشور بيقعدوا يعملوا شيفتنج، واحد يطلع على الخط وواحد يلعب جوه، لو التاني طلع على الخط التاني يخش يلعب، فانت دايما عندك اتنين بلاي ميكرز وهم كمان بينزلوا يستلموا الكوره من تحت بشكل مميز. هو ببساطه ده الفرق. النادي الاهلي ما لعبش ماتش وحش، ده متخلص من وجهه نظري، ولكن الفرق بس ان سيناريو المباراه اتقفل معاك وانت كنت مضطر تلعب كرات طوليه وكرات عرضيه بنسبه كبيره في اخر المباراه عشان تقدر تتعادل، وده ساعتها يعني ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش فيه. طيب احمد، ابرز ايجابيات النادي الاهلي او هذه المباراه؟ نتكلم بقى بالارقام الاول. امام عاشور، امام عاشور وانا شايفه ان هو يعتبر من وجهه نظري واحد من مكاسب المباراه النهارده. شفته في المباراه اللي فاتت قدم اداء ممتاز. مع الوقت امام عاشور من اللعيبه بقاله 3 شهور او شهرين ما بعيد عن الماتشات، فلعيب زي ده بيحتاج يجيب البدني بتاعه عشان تحكم عليه 100%، محتاج 4-5 ماتشات كمان، لكن لمسته لمسه لعيب ممتاز. انا شايف ان امام عاشور لو استعرضنا ارقامه، امام عاشور يعتبر طبعا دي الخريطه الحريه لتحركات امام عاشور. نشوف ان هو كان دايما طبعا واخد الجنب الشمال اكتر مع علي معلول، عامل جبهه مع علي معلول ورضا سليم، دايما بيتحرك في المساحه اللي بيسيبها رضا سليم لما بيخش لجوه زي ما كريم قال. امام عاشور هو بقى اللي بياخد المساحه ديت، هو دايما اللي بيكمل. هات الارقام بتاعته هتلاقي ان هو لعب 81 دقيقه، لمس الكرة 57 مرة، صنع جونين. النهاردة لعيب رقم 8 بيصنع جونين، ده رقم ممتاز، صنع هدفين. التمريرات الصحيحة 30 من 35 تمريرة، 30 تمريرة صح من 35. اللونج باص بتاعه، التمريرات الطولية 4 صح من 6، ده رقم برضو كويس في ماتش قدام فريق جماهيري زي النادي المصري. استعادة الكرة، هات بعد كده استعادة الكرة هتلاقيها 8، شتت الكرة مرتين، ده بقى الدور الدفاعي، شتت الكرة مرتين. التدخلات الدفاعية مرة، التاكلينج الصحيح مرتين، المحاولات على المرمى 1، كان ليه محاولة على المرمى. هات بقى الأرقام الأخيرة برضو اللي بتأكد أنه عمل مباراة كبيرة، أنه غير أنه صنع هدفين، هو أكتر من قام بمراوغات ناجحة في الماتش. إمام عاشور عمل 3 مراوغات. أكتر من فاز بالتحامات ثنائية في المباراة، كسب 10 التحامات، وإحنا بنقول أنه لسه بيجيب البدني بتاعه، إن شاء الله لما يجيب أكتر هيكسب أكتر. اكثر من حصل على اخطاء في المباراه، وده دليل ان هو لعيب مهاري بيقف على كورته كتير، بيعرف ياخد اخطاء، بيعرف ياخد الكره الثانيه. امام عاشور انا شايف ان هو افضل لاعب وسط في مصر، وبصراحه النهارده وانا بتفرج على الماتش بقارن ما بين امام عاشور ومحمود حماده. محمود حماده لعيب منتخب مصر، بيلعب في منتخب مصر. انا بستغرب ان امام عاشور لازم يتحط في الفتره الجايه، لازم يروح المنتخب، لازم ان شاء الله لما يجيب فورمته اكتر، اعتقد ان هو هيبقى احسن لعيب رقم 8 في مصر، هيشارك في بطوله كاس الامم الافريقيه. لو بصيت حضرتك على الكوره اللي عملها في الجون الثالث، الهدف الثالث للنادي الاهلي النهارده لبيرسي تاو الاسيست، دي نفس الكوره عملها الهاني في الماتش اللي فات في اخر الماتش. صحيح، نفس الكوره بالظبط، التمرير 3 خطوط ديت بالمقاس دي، عايزه واحد عنده لمسه حلوه، عايزه واحد عنده الرؤيه، عنده دقه التمرير الطولي. يعني لو استعرضنا الهدف الثالث، احلى حاجه في الجون الثالث الاسيست، ده بس اللي جاي. الاحلى حاجه في الجون الثالث الاسيست بتاع امام عاشور. المكسب الثاني بقى رضا سليم. ايام ما كنت انا بلعب ما كانش في حد بيقعد يقول الكلام ده، عملت واحده زي دي المتعب بالظبط في ماتش الاهلي وزمالك 3-0. انت فكرتني بيها، مش فاكر قريب تقريبا زي دي بالظبط، وكان في واحده بالعرض اللي قال لك مش عارف اسلام مش عارف ايه والبتاع، ما حدش كان. وبتاعه الاسماعيلي، لا غير بتاعه الاسماعيلي اوفر، بس حلوه جدا، ما في كتير، بس انا بتكلم على دي. المكسب الثاني رضا سليم. رضا سليم انا شايف زي ما كريم قال عليه، انا كمان شايف يا كريم ان هو لعيب عنده شخصيه الاهلي رقم 1، لانه دخل بسرعه، ما تحسش ان هو لعيب محترف او مغربي، لا ده دخل بسرعه. صحيح. الحاجه الثانيه لعيب جريء، ما بيخافش، عنده سرعات ومهاره كويسه. يعني بصوا برده الخريطه الحراريه بتاعته، واخد الجنب الشمال، هو اصلا كان بيلعب طول السنه اللي فاتت جناح يمين وعمق، وفي العمق ماتش الحاسم مع الجيش الملكي لعب صانع لعب، بس اكتر وينج يمين، كان بيلعب وينج يمين طول الموسم. زي كولر بيعمل ايه السنه اللي فاتت، حسين الشحات السنه اللي قبل اللي فاتت كان كلها ناحيه اليمين، هو وظفه ناحيه الشمال، نفس ده بيعمله برده مع رضا سليم، حطه ناحيه الشمال، عمل ازعاج. رضا سليم تسبب في انذار لباهر المحمدي، تسبب في انذار للاعيب الافريقي اللي هو في وسط الملعب، لعيب سريع بيديك نفس كده قدام، تحس ان الفرقه لا، وكمان بيعرف امتى يعمل مراوغه، مش اللعيب اللي هو بياخد الكوره واساس ان انا عايز ارقص عشان اخد مثلا، يعني عشان الجماهير تسقف لي، لا هو عارف امتى يعمل دريبلينج وعارف امتى يرقص، ودي شفناها اعتقد.
ارقامه، هو لعب 81 دقيقه سجل هدف. هما كل اللي طلعوا صحيح لعبوا 81 دقيقه، لان كانت لقطه اليوم النهارده التغييرات، خمس تغييرات دي في الدقيقه 81. عمل ثلاث محاولات على المرمى منهم واحده صح. بيرسي تاو كان اعلى منه في حته المحاولات دي، بس لمس الكوره، لمس الكوره 45 مره، فاز بالتحامات ثنائيه. بص على النقطه دي مهمه قوي، كسب 5 من 8، فده دليل ان هو لعيب في حته الالتحام وفي الواحد على واحد كويس. مراوغات ناجحه 1، اكتر من حصل على اخطاء قلنا ان هو تسبب في انذار لباري المحمدي وكان واحد من الناس اللي تسببوا في حصوله على طرد. التمريرات 16 تمريره صح من 24. الدور الدفاعي بتاعه استعاد الكره 7 مرات، الانترسبشن مره يعني التدخل الدفاعي، وشتت الكره مره، فده دليل ان هو برده واحد من الناس المكاسب المكسب الكبير. بيرسي تاو اخذ رجل المباراه طبقا لرابطه الانديه، هو احرز هدفين، لعب 81 دقيقه، عمل 4 محاولات، اكتر واحد النهارده. دي الخريطه، هات الارقام في الصوره اللي بعدها هتلاقيه هو بيستلم الجايزه. كمل انت، هو هيجيب لك اتفضل. هتلاقي ان هو 4 محاولات على المرمى يا كابتن اسلام، اكتر واحد النهارده عمل محاولات كان بيرسي تاو. رضا سليم قلنا 3، بيرسي تاو 4 منهم 3 صح. صنع فرصه، فاز بالتحامات ثنائيه 3 من 7، وحصل على خطا، ودي صورته مع جايزه رجل المباراه. فالثلاثه دول بصراحه كانوا اعلى تقييم، سواء امام عاشور، رضا سليم، بيرسي تاو، اعلى تقييم النهارده. حلل الهدف الاول، واحنا هتلاقي الهدف ماشي. الاول يا سمير لو سمحت. الهدف الاول للنادي الاهلي طبعا، يعني كمل وقف هنا يا استاذ سمير ثانيه واحده. الكره الثانيه مين اللي راح خدها؟ احمد نبيل كوكا. الناس هنا ممكن ما تاخدش بالها من الحته دي، ان احمد نبيل كوكا ممكن لو لعيب ثاني يرجع للشناوي على فكره. يعني وقف بس يا استاذ سمير ثانيه واحده، اي لعيب تاني ممكن يقول لك لا ده انا هتزنق لو لعيب كورته قليله. لا مش لو كورته قليله، لو بيلعب بيمينه كمان ما كانش عمل كده. صح، كان هيقول ايه انا هرجع لورا للشناوي. بس ناس كتير النهارده سالت هو ليه لعب. هكمل هقول لك كوكا عمل ايه بقى. لا وقف وكمل، كمل يا استاذ سمير كمل. هتلاقيه عمل ايه، عمل اوفر بالمقاس جوه بالعرض، قدر ان محمود خلى محمود جادي يجبره ان هو دي وقف بس ثواني. مين برده اللي واخد الكره الثانيه؟ رضا سليم. الكره الثانيه النادي الاهلي في الماتش في اللعبه دي واخدها مرتين. هنا كانت واحده من العيوب في المباراه بتاعه اللي هي السوبر الافريقي، ان الكره الثانيه عندنا ما كانتش كويسه قوي. الماتش ده احسن، الكره الثانيه واحده من الحاجات اللي بتخلي الضغط العالي بتاعك مميز والاستحواذ بتاعك كويس. كمل يا استاذ سمير. هتلاقي رضا سليم شاط، بص بقى هنا وقف وقف وقف، ارجع ارجع ثواني، بص الاسكان اللي عمله امام عاشور الاول. امام بس وقف كمل وقف، بص امام عاشور هنا بيبص، اي واحد تاني برده كان ممكن ياخدها ويشوط، لكن امام عاشور لعيب برده جماعي عنده روح الجماعه، شايف ان رضا سليم في موقف احسن. طيب. حطها له بلمسه سحريه، بص اللمسه دي بوش الرجل، رضا سليم بوقف رضا سليم. رضا سليم حطها بوش رجله في الزاويه الضيقه على الحارس، في الزاويه اللي جاي منها كوره عشان يثبت الحارس، ده اللي حصل بالظبط. فهنا الفينش بتاع رضا سليم واحد من الناس اللي شفناها بتلعب ضربات ثابته، بتلعب ضربات ركنيه، فالفينش ورجله على الجون حلوه رضا سليم. فالجون ده بصراحه جون مميز للنادي الاهلي. طيب الهدف الثاني كريم اتفضل. طبعا نروح للهدف الثاني، هنشوف بقى الهدف الثاني والهدف الثالث اكيد هما يعني بنتكلم على هدف واحد. الهدفين متشابهين للغايه. عدد التمريرات يا كابتن اسلام اللي عايز نركز على، يعني اتمنى لو معانا الهجمه من الاول شويه. معانا الهجمه من الاول يا ده هنا عايزين نقف ونبص على بيرسي تاو. عمل الحركه دي كتير قوي في المباراه، ممكن ما تبقاش باينه في الملاحظ. هو بيعمل ايه يا كابتن اسلام؟ بيرسي تاو بيبقى دايما داخل الملعب، هو بيسحب نفسه للخط ويعمل استريتش للملعب. ملعب برج العرب واحد من الملاعب اللي النادي الاهلي بيعرف يلعب عليها كويس جدا جدا، ودايما بتبقى اوبشن يعني اساسي وبرايورتي عنده وحاجه او فيها اولويه نلعب على الملعب ده زي استاد القاهره. ليه؟ ملعب واسع. لما انت النهارده بتخلي الجناح بتاعك ياخد الخط، انت بتمثل بتعمل مشكله بدنيه كبيره جدا جدا للمنافس بتاعك. والنهارده طبعا النادي المصري بصراحه اسماء كويسه، كابتن علي ماهر طبعا مدرب كويس، لما بدني مفيش، ما قدرش يجاري النادي الاهلي. بص الفجوه اللي قال لي كده كابتن حلمي. نعم حلمي كابتن حلمي طولان قال لي كده اول امبارح ما كان معايا. معلش بس لو نرجع ونشوف الفجوه في ما بين بيرسي تاو وبين حسين السيد. الفجوه دي تخلي بيرسي تاو عنده كل الاختيارات يعمل هو عايزه. عايز يرقص اوكي، عايز يعمل دريبلينج على خط الملعب ويعمل الكروس يعمل. هو بقى طبعا اختار افضل حل ممكن، هو يعمل 1-2 مع محمد هاني اللي خد عمل له اوفر لاب وخد المساحه ورا. طبعا كل لعيب نادي مصر نقف هنا ستوب بقى، هنا نستوب الحته دي ببساطه. اصلا مفروض ان المهاجم هو بيجري المدافع سابقه، لكن الحالة البدنية السيئة اللي فيها النادي المصري خلى بيرسي تاو سبق حسين السيد في
المساحات بسيطة وقدر يخش داخل منطقة الجزاء والجارية بتاعته خلته في موقف واضح جدا جدا ان هو انفراد. وحتى لاعب النادي المصري هو جاي من خط الوسط ما عندوش اعتقد مروان ده مهاجم رجع عشان كان ساعتها الفريق ناقص في العدد فكان بيساعد في الحاله الدفاعيه. خلى بيرسي تاو عنده الافضليه ان هو يلاقي الكره. لو رحنا برده للهدف الثالث اللي هو نسخه كوبي وبيست من الهدف ده هنشوف ان بيرسي تاو بص ستوب معلش نرجع تاني معلش بس نقف هنا تاني نفس الفجوه والمساحه الشاسعه ما بين بيرسي تاو وما بين حسين السيد. بيرسي تاو لحد ما بيحاول ان هو دايما يبقى فاتح الملعب لاقصى درجه. طبعا مع وجود امام عاشور نشوف النظره بيرسي النظره امام عاشور وبيرسي تاو بصوا لبعض عرف ان هو هينطلق. عملها له حلو قوي جدا جدا الكرة بصراحه بالسلو موشن كمان من الكاميرا الخلفيه كان شكلها حلو. وبيرسي تاو زي ما عمل في الهدف الثاني راح داخل ليه قلب الملعب. كرة بنشوفها كتير جدا 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 مع مانشستر سيتي وبنشوفها مع برشلونه النهارده طبعا السيتي كسبان مع ليفربول. نعم وليفربول دايما كل الجناحات اللي بتستلم خارج الملعب بياخدوا الكره ويخشوا العمق ويروح شايط في الزاويه البعيده. وطبعا نجمنا محمد صلاح دايما كان مميز بنوعيه الاهداف دي. فالشكل ده عم شوف ده يا كابتن اسلام ده مش مهارات فرديه لا ده كل ده جمل الفريق متدرب عليها. بيرسي تاو فتحه للملعب عمله ستريتشنج وان هو يمط الملعب الى اقصى درجه ده جزء من خلخله المنافس وبيخلي دايما الفول باكس او الاثنين المدافعين اللي بيلعبوا قدامه دايما في حاله اجهاد مستمر. هدف الرابع يا احمد. الهدف الرابع تمام الاول تجميع لاعب من ديانج بيباظ القفشه قفشه هنا برضه اهو مين اللي بينزل بيسقط بيتحرك في الزون 14 احمد عبد القادر بص الكعب بتاع وقف اولا طبعا الحمد لله على السلامه لكريم فؤاد كريم فؤاد ده احمد عبد القادر واحمد عبد القادر طبعا بس كريم فؤاد تحديدا عشان جاي من رباط صليبي وبقاله فتره هنا احمد عبد القادر دايما مميز بالتحرك في منطقه الزون 14 اللي هي حوالين الدايره اللي احنا بنقول عليها دايما الزون 14 كريم فؤاد مميز دايما بان هو يعني بيتحرك للعمق بيتحرك في المساحه اللي ما بين المساك والباك دايما بيبقى فاتح على الطرف وبيخش لجوه دي كانت ميزته في الموسم اللي فات لما كان بيلعب في بدايه الموسم كمل وقف هات الكعب بتاع عبد القادر وقف عليه بص جمال الكعب بتاع احمد عبد القادر ده كعب عالمي ثلاث لعيبه اتضربوا بتمريره واحده بالكعب العالمي ده بص كمل تحرك بقى كريم فؤاد عشان يستقبل التمريره وبيشوط طبعا محمود جاد حارس المصري اتعامل مع الكوره وراح هناك على السناعه تلف في البعيده فوقف اعتمد على التوقع اتعامل معاه بشكل سيء طبعا فدخلت لكن جمال الهدف ممكن يكون اتخض من الكعب بتاع احمد عبد القادر ايوه ان هو اتفاجئ من الكعب ده فراح هوب يعني نقدر نقول الحمد لله على السلامه لكريم فؤاد واحد من مكاسب المباراه النهارده عودته كريم هيديك حل ممكن في الباك رايت ممكن في الجناح اليمين كريم فؤاد انا بشوفه زي رضا سليم بالظبط يعني نفس النوعيه اللي هي التحرك بدون كوره الجاري التهديف على الجون فالنهارده لما يبقى عندك رضا سليم وعندك كريم فؤاد كمان الغيابات الموجوده يعني النهارده بيغيب عنك كهربا بيغيب عنك حسين الشحات مروان عطيه ما بداش وعمرو السلي دول لعيبه كانوا اساسيين فالنهارده ما تحسش ان بالغيابات دي ما تحسش ان كهربا مش موجود الشحات مش موجود ده يحسب لكولر ويحسب في البدايه وقدام فريق زي النادي المصري اعتقد ان ده يحسب برضه لمارسيل كولر. طيب برضه كريم النهارده او مش بدات في الظهور هي الحقيقه موجوده للمباراه الثانيه على التوالي ثنائيه امام عاشور ورضا سليم طبعا واحده من الثنائيات اللي احنا بدانا نلاحظها في النادي الاهلي ثنائيه رضا سليم وامام عاشور خصوصا ان الاثنين بقوا هما بيعملوا دور بلاي ميكر واضح قوي كمان ان مارسيل كولر السنه دي في وجهه نظري هيجري بعض التغييرات التكتيكيه في الشق الامامي مثلا هنلاقي في اوقات كتيره مارسيل كولر بدا يفهم ان 85% من مبارياته في الموسم سواء محليا او افريقيا هو بيلعب قدام فرق بتلعبوا زون ديفنس مظبوط محدش هيفتح الملعب. طيب انا عشان اقدر انجح في الفوز بمباراه قدام فرق بتلعب بزون ديفنس حتى شفت السنه اللي فاتت بيراميدز بهذا الكم من اللاعبين كان بيلعبنا زون ديفنس. انا النهارده محتاج حلين، محتاج يكون معايا مهاجم صريح هيدر اقدر اركز عليه في بعض الاحيان، وفي نفس الوقت بنزل لاعب مهاري بلعبه في العمق. شفنا مثلا تغييره صلاح محسن قدام اتحاد العاصمه، كان اساسها انه يلعب قدام كهرباء جنب كهرباء ويخشوا الاثنين يبداوا يخلخلوا هذا التكتل الدفاعي المعمول. النهارده قدام نادي مصر اكيد 100% تاني طرد بهر المحمدي سهل
الامور كتير، لكن بنشوف احمد عبد القادر زي ما كان سيد بيشرح من شويه وهو لعيب جناح بيطلب منه مارسيل كولر انه يلعب في العمق. قفشه لما لعب هو عمل دور بتاع رضا سليم بعد ما خرج، هو بيعمل دور البلاي ميكر. واضح جدا 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 احد الاسلحه اللي هنشوفها كتير السنه دي هي اسلحه اللعيبه المهاريه او رقم 8 ورقم 10 اللي بيلعبوا مع بعض في قلب الملعب ويمرروا كتير وبنخترق من عمق الملعب. نفس الامر ده كنا بنتكلم عليه مين السنه اللي فاتت، سان داونز. سان داونز بيلعب بالطريقه دي بقاله سنتين دلوقتي، وبيحاول هو حتى لو انت بتعمل زون ديفنس انا هبدا امر الكرات كتير فعمق الملعب لغايه لما هلاقي ثغره عندك. إذا الدنيا قفلت معايا بلجأ في الثلث ساعة الأخيرة للكرات الطولية أو الكرات العرضية بس يكون معايا مهاجم صريح. فأنا بشوف أن رضا سليم وإمام عاشور من وجهة نظري الشخصية من أسباب اختيارهم من مارسيل كولر هو رغبته في تطبيق التاكتيك ده، وأعتقد هنشوفه كتير خلال الموسم ده. مودست في أولى مبارياته، مودست لسه اعتقد بقاله فتره ما بيلعبش، هو اخر ماتش ليه دخلت شفتها كانت 27/5 مع بروسيا دورتموند، يعني انت بتتكلم في 4 شهور، بقاله 4 شهور ما لعبش كوره، ما كانش بيتمرن غير مع فريق في الدرجه الرابعه، ما اتمرنش غير مرتين ثلاثه، لسه ما يعرفش اسماء لعيبه النادي الاهلي. فاعتقد ان مودست محتاج 5 أو 6 ماتشات عشان ياخد وقت، هو لمس الكوره 17 مره النهارده، ليه محاوله من ثلاثه. لو استعرضنا برده بس لقطه ليه او المحاوله اللي كانت ليه، تحس ان هو برده محتاج لسه محتاج وقت. مودست من اللعيبه برده عنصر اللغه والتاقلم، اعتقد ان مودست من النوعيه اللي هي هتاخد 4-5 ماتشات، بس هو كامكانيات طبعا لعيب جاي من بروسيا دورتموند محتاج بس صبر من جمهور النادي الاهلي. كريم عم. الاهلي استفاد ازاي بقى من معسكر النمسا؟ طب شوف مودست بص هنا دي الكوره، هنا الضغط اللي بدا وبعدين ده الانفراد. الانفراد ده اعتقد ان محمود جاد طلع اتعامل معاه بشكل كويس، كان ممكن يعملها شيب من فوق كانت هتبقى اسهل، ان هو برده يعني كان هيبقى بص هنا الضغط بتاع ديانج، ديانج بيستعيد الكره الثانيه، مودست استلمها حلو وفتحها لنفسه، ولكن كان محتاج يحط شيب. اعتقد هو ما كانش متوقع ان محمود جاد هيتعامل معاه كده. هات اللعبه الثانيه، بص هنا ارجع ثانيه واحده يا استاذ سمير، هنا وقف، هنا الدور اللي جايبه كولر عشان اللي مودست جايبه ليه؟ عشان خاطر الحته دي، هو محتاج مهاجم بيكون يقدر يطلع عليه محطة. بالهجمه محطه هنا مودست اهو بيتحرك، ده الدور اللي هو جايبه عليه. طبعا مع الوقت ويجيب فورمه بدنيه ان شاء الله هيجيب مستواه، يعني هيبقى حاجه كويسه باذن الله للنادي الاهلي. طيب الاهلي نعم. استفاد ازاي يا كريم؟ بص يا كابتن، نقطه مهمه جدا جدا في موضوع المعسكر برضه ان ناس كتير اتكلمت عليه، ماتش اتحاد العاصمه، هل حضرتك شفت النادي الاهلي عنده اي مشكله بدنيه بخلاف النتيجه السيئه؟ يعني بدني لغايه احنا اعتقد كان في حوالي اعتقد 10 دقائق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني، فاحنا تقريبا لعبنا جيد. اقدر اقول لك جيد وقفين. في بدايه الموسم جيد واقفين، هو ده ميزه المعسكر. النهارده النادي الاهلي بيلعب يوم الجمعه بيلعب في السعوديه، بيجي النهارده يوم الثلاث بيلعب في برج العرب، ويوم الاحد ان شاء الله عندنا مباراه في القاهره. فالنادي الاهلي معسكر ده مهم جدا 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 جدا، انه يحطك على اول مبادئ ان انت واقف على رجلك. ايوه النهارده شوف كده، اللي اتفرج على ماتشات الدوري اللي اتفرج عليه مثلا، انا شفت ماتش نادي زد مع النادي الاسماعيلي، نادي زد واقفين بيلعبوا كويس فرق بدني واضح. الاسماعيلي بعيد تماما، نادي الاسماعيلي كان بعيد تماما 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 بدنيا، مش بتكلم فني بتكلم بدني. صحيح. معسكرات اللي بتتعمل في الصيف ويبقى الفريق معاك مهمه للغايه وبتوقفك على رجلك. ثابت رايك في الكابتن محمد عادل النهارده بسرعه بس؟ لا كان حكم النهارده كان ممتاز بصراحه، لو جبنا لعبه الطرد حتى تفضل. ثواني هنستعرض لعبه الطرد، هنلاقي ان باهر المحمي هو طبعا الانذار الاولاني كان من رضا سليم، رضا سليم هو اللي اخذ يعني تسبب في انذار باهر المحمدي. واللعبه الثانيه كان مين اللي كان الثاني؟ كان امام عاشور. ادي اللعبه الاولانيه، ده رضا سليم، رضا سليم دي الثانيه، رضا سليم برده بيلعبها لامام عاشور. اعتقد الناس تقول لك طب ليه اداله انذار؟ دي يا جماعه اسمها هجمه واعده، لعيب رايح انفراد بهجمه واعده، يعني رايح انفراد يعني هيروح بالكوره وفيها عنف طبعا، بس هي هجمه واعده يبقى انذار تاني، وباهر كان معاه انذار وطرد. اعتقد ان الكابتن محمد عادل ادار المباراه النهارده بصوره جيده جدا، وضعا في الاعتبار ان هو كان لسه محكم مباراه خطيره للغايه في تونس، مباراه صعبه جدا، النجم الساحلي والجيش الملكي. بص هنا دي اللعبه الاولى، رضا سليم الحته اللي احنا بنتكلم فيها ان هو بيعرف يجيب فاولات، لعيب سريع بيعرف يجيب انذارات للمدافعين. طيب فلا بصراحه قدم مباراه كويسه الكابتن محمد عادل. كريم انطلاقه الدوري مع التحكيم بقى. نعم انا احيي جدا الكابتن محمد عادل بصراحه على الجهد اللي عمله، لكن بصراحه ده صوره ايجابيه، لكن كان في صوره سلبيه جدا جدا في مباراه اللي شايف مباراه زاد والنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي تم احتساب له ركله جزاء، والله العظيم انا ما اعرف
اتحسبت ازاي؟ والفار راجعها، يعني كابتن ابراهيم نور الدين اوكي هو ربما يكون اختلق عليه ان حصل، يعني كان لاعب زد اعتقد اسمه قطه، وكان اعتقد محمد الشامي من نادي الاسماعيلي، لا مش محمد الشامي، انا اسف، كان والله ما فاكر اسم اللاعب. المهم يعني سوقي حصل ما يشبه يعني ان زقه من عند رجله، يعني اختلق ليه هذا الامر، وقف رجع الفار. مستحيل كل الكاميرات اللي جابت اعاده اللعبه دي تؤكد ان هي مش ركله جزاء. السؤال هنا بيريرا، واحنا اتكلمنا كتير عليه السنه اللي فاتت وتوقعنا السنه دي يكون في شكل مختلف. السؤال هي بجد والله، طاقم التحكيم النهارده اخطا، كابتن ابراهيم نور الدين اخطا خطا جسيم. السؤال هنا ايه شكل التعامل مع الاخطاء؟ هيبان اهو، احنا اهو من اول اسبوع بنرصد. النهارده كان في خطا مش مع الاهلي كمان، بس لا على الكل، الكل النهارده في خطا جسيم حصل، ونادي زد كان له ركله جزاء في الشوط الاول ما فيهاش 1% شك، مدافع النادي الاسماعيلي شال الكوره بايده بتعمد واضحه، حرك ايده تجاه الكوره زي القانون ما بيقول، وكابتن ابراهيم نور الدين راجع الفار قال له لا مش بينالتي. فدول النهارده امرين انا شفتهم صراحه كابتن اسلام استعجبت جدا وواضحين، يعني ايه المشكله فيهم؟ ده انت معاك اعاده. انا نفسي افهم بس اللي قاعد على الفار شفت ايه مختلف عن اللي احنا شفناه؟ يعني ساعات بيتقال لي لا ده خلي بالك ده الحكم الفار عنده كاميرات كمان ازيد من اللي انت بتشوفه في التلفزيون. انا بصراحه امانه حاجه غريبه جدا. ومن الاسبوع الاول اهو احنا بنرصد بعض الاخطاء لان احنا نتمنى كده ما طيب. نعيد موسم كلاتنبرج. اكتب بس من النهارده عشان نبقى شايفين او عارفين ايه اللي بيحصل، عشان هنرجع للكلام ده مره تانية اكيد. اكتر حاجه ايجابيه شفتها يا احمد في الدوري او مع بدايه الدوري؟ مع بدايه الدوري اعتقد النقل التلفزيوني كان كويس جدا، الكاميرات، التصوير، والصوره جميله، الصوره بصراحه ممتازه. والنقل التلفزيوني هاي للملاعب برضو كويسه، يعني ملعب الجهاز الرياضه العسكري، ملعب طلائع الجيش، ملعب كان كويس جدا في مباراه الافتتاح. بس اتمنى ان هم يحافظوا على جوده الملاعب، يعني ممكن الملعب ده بعد ثلاث او اربع شهور تلاقي الارضيه خلاص بيلعب عليه خمس وانا اعتقد بس كان في غلطه، الاسم الاهلي كان مكتوب غلط. الاهلي ASC مش AFC. هي بس يعني حاجتين سلبيتين. اول حاجه انا شايف بصراحه التعليق على الماتشات يا جماعه بصراحه لا، محتاج نعمل مسابقات، لازم يكون في مسابقات شويه. التعليق يا جماعه مهم، لما المعلق بيكون ممتاز انت بتقعد تتفرج على الماتش، فدي نقطه بصراحه انا شايف ان النقطه دي بس محتاجه تتطور. المعلقين في مصر محتاجين ان احنا نطور شويه او نحاول نعمل مسابقات، دي حاجه مهمه. يعني دي شايفها برضو ان محتاجه تتعدل. اعتقد ان ده يعني ابرز سواء ايجابيه او سلبيه. اخيرا يا كريم، شفت بدايه الدوري ازاي؟ يعني اتمنى طبعا اكيد ثلاث ماتشات، يعني ثلاث ماتشات لغايه دلوقتي بصراحه ماتشات. يعني شفت تابعت بعض من اللقطات، ماتش طلائع الجيش والبنك الاهلي، كريم بامبو كان هيجيب هدف عالمي احسن هدف في الدوري، كل امان في القايم يعني. ونادي طلائع الجيش عمل مباراه ممتازه، وشفت كريم طارق عمل مباراه حلوه قوي بصراحه، عجبني. مباراه زد والاسماعيلي برده كانت مباراه حلوه لنادي زد بصراحه. الشوط الاول انا اول 10 دقايق كابتن اسلام، اول 10 دقايق خمس فرص صح، يعني فرصه بواقع فرصه كل دقيقتين. فالفرقه اعتقد فيها مؤسسات طبعا، هو تم انتقادها كتير، لكن خلينا نتكلم بصراحه، عندهم امكانيات، عندهم فكر، بقى بيفكروا كويس، بيخططوا بشكل كويس، عشان كده هم برضو بيظهر شكلهم في الملعب بشكل كويس. انا اشوف دي كلها ايجابيات ان شاء الله تبقى مبشره للدوري. ان احنا نتمنى بقى كمان بصراحه الجماهير تزيد شويه، احنا وصلنا 10,000، فاتمنى ان الجماهير توصل للدرجه دي، واتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه الاخطاء التحكيميه تقل. بكل امانه واحده من الامور اللي بتعكر صفو اي بطوله هو الاخطاء التحكيميه الفجأة. ممكن في اخطاء تحكيميه بسيطه، انما خطا تحكيمي فج ده بصراحه بيبقى مستفز جدا وبيخلي شكل الدوري مش كويس. اتمنى ان انا وجهه نظري اتمنى ان يعود الجمهور مره اخرى بشكل اكبر من كده بكتير جدا، وان شاء الله ده يحدث خلال الفتره الجايه. ونداء لرابطه الانديه للاستاذ احمد دياب، النائب احمد دياب وكابتن عماد متعب وبقيه الموجودين، محتاجين جمهور اكتر خلال الفتره الجايه، لانه هيبقوا متواجدين وبكثافه عاليه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد. شكرا على وجودك معانا. شكرا جزيلا. انا بشكرك كريم. شكرا جزيلا على وجودك معانا. كانت هذه حلقة اليوم، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي في بداية الدوري وفوزه المهم جدا. ننسى بقى هذه المباراة ونبتدي من بكرة نفكر في مباراة سان جورج الأثيوبي إن شاء الله يوم الأحد القادم. إذن أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.